السلام عليكم. هذا الفيديو هو شرح للمحاضرة الثالثة في موضوع Advanced Soil Mechanics الفصل الخامس Laboratory Testing of Soil. هذا الفصل راح نتعرف على الفحوصات المختبرية المختلفة للتربة. طبعا المقصود من كلمة نتعرف بما معناه أنه راح يتم شرح طريقة الفحص بشكل مبسط، الباوندري كونديشن، الإجهادات التي تسلط على التربة، وكذلك الريزلتس اللي نتحصل عليها من هذه الفحوصات. طبعا احنا بالبداية مثل ما نعرف أنه الفحوصات المختبرية هي تلعب دور مهم جدا في تقرير وفي الحصول على الخواص المختلفة للتربة. ممكن أن تقسم الفحوصات إلى مجاميع، ممكن أن تكون فحوصات تصنيفية مثل ما نتذكر اللي هي تخص البارتيكل سايز أناليسز، أتربيرج ليميتس، غيرها من الفحوصات، الووتر كونتينت، الجي اس، غيرها من الفحوصات اللي هي تقريبا نتفق انه ممكن ان نستخدم بها النموذج المشوش. النوع الاخر من الفحوصات او الجروب الاخرى او المجموعة الاخرى هي ما نسميها الفحوصات الهندسية. فحوصات الهندسية اول شرط يجب ان يتوفر في هذه الفحوصات هو ان يكون النموذج غير مشوش، او نقوم بعمل ريمولدينج للنموذج، والريمولدينج هي إعادة قولبة للنموذج بحيث تكون خصائص هذا النموذج مقاربة للنموذج الحقلي الأوريجين سامبل. طبعا من الفحوصات الهندسية راح ممكن أن نحصل على النفاذية، الباراميترز الخاصة بالشير سترينث، البور ووتر بريشر، وغيرها من المعلومات الهندسية اللي تخص الستريس، تخص السترين، إضافة إلى الديفورميشن. نأتي الآن إلى requirements of soil loading test. نلاحظ هذا الشكل أنه إحنا أنه أي عينة من التربة هاي ideal sample أو ideal perfect sample من نسلط عليها إجهادات، راح نسلط إجهادات عمودية بالاتجاهات الثلاثة، وأيضا يعني ثلاثة أوجه إجهادات، وعندي ثلاث أنواع من إجهادات القص، ثلاث إجهادات عمودية وثلاث إجهادات قص. هذا النموذج اللي هو نعتبره ideal هذا لا يمكن أن نطبقه في التربة، صعوبة تطبيقه في التربة يعود الأسباب إلى معين. أول نقطة أنه الحصول على نموذج تربة بزوايا قائمة هي ليست عملية سهلة. دائما النماذج، غالبا النماذج اللي للتربة اللي نستخرجها الناتشرال سامبلز أو الناتشرال سويل نستخرجها باستخدام الشيل بتيوب أو ما يشابه من أجهزة استخراج التربة اللي تكون دائما اسطوانية. دائما الأجهزة اللي تستخرج التربة هي تكون اسطوانية، وطبعا احنا راح ناخذ بنظر الاعتبار انه مقدار التشوه وغيرها من الديفيكولتيز، الصعوبات اللي تواجهنا باخذ النموذج. اذا نموذج مختبر التربة هو من الصعوبة ان يمثل بهذا الشكل. نأتي الآن إلى الباوندري كونديشن. مثل ما تعرفون أن الباوندري كونديشن جدا مهمة في تقدير نتائج الفحص، وفي نفس الوقت ما هي النتائج التي يتم الحصول إليها. نأتي الآن إلى أن نقسم الباوندري كونديشن، أما يكون عندي ريجيد بليتن، أي يكون عندي طبقة أو سطح قوي رجد،
او راح يكون عندي ممبرين يعني فلكسبل. الريجيد بليتن من اسلط عليه الفورس هذه كل الفورس ستنتقل الى التربه. لاحظ هذا الريجيد بليتن، هذا الريجيد بليتن من اسلط عليه فورسز هذا الفورسز ستنتقل الى التربه. هذا الريجيد بليتن ايضا ممكن ان يكون على نوعين، اما ان يكون بسطح املس، بسطح املس، وبالتالي فان قيمه الشير ستريسز قد لا تنتقل الى هذا النموذج، او يكون عندي رف سطح خشن وبالتالي قيمه الشير تنتقل الى النموذج. كمثال قلنا نعرف دايركت شير تيست انه الجزء الذي يوضع اسفل النموذج، قطعه البليت اللي توضع اسفل النموذج وقطعه البليت اللي توضع في اعلى النموذج هي تكون محززه بهذا الشكل، فيكون السطح عندي رف الغايه من عندها حتى انقل اجهادات القص اللي اسلطها على النموذج، او حتى لا اسمح بالنموذج بالانزلاق. ممكن ان اسلط قص، راح نلاحظ فيه احنا عندنا اكثر من نوع بالدايركت شير تيست، يمكن تعرفون نوع واحد لكن هنا راح نتعرف على نوعين اخرين. لاحظ انه ممكن انه الغايه ان اسلط الشير فورس، او الغايه بالدايركت شير اللي كنا نعرفه هو فقط حتى امنع النموذج من ان يصير بي سليب في الحواف او في الباوندري كونديشن. النوع الاخر، ها النوع الاخر من الباوندري كونديشن هو ما نسميه بالفلكسبل ممبرين. فلكسبل ممبرين هو عبارة عن ثن دايفرام قد يكون من ربر، والغاية من عنده، الغاية من عنده انه no shear stress will be transmitted into the soil. بالفلكسبل ممبرين طبعا وين راح نستخدم فلكسبل ممبرين؟ اذكركم هو في فحص الترايكسيال، بعد فحص الترايكسيال نستخدم الفلكسبل ممبرين. هذا الغاية من عنده انه no shear stress will be transmitted into the soil. الغاية الأساسية هو عدم نقل إجهادات القص إلى النموذج. طيب ليش؟ لأنه مثل ما نعرف أنه فحص الترايكسيال نسلط برينسيبل ستريس. النقطة الأخرى اللي نستفاد من الممبرين هو أن من خلاله نستطيع أن نسلط البور ووتر بريشر، بور ووتر بريشر. النقطة الثالثة من استخدام الفلكسبل ممبرين أن يعطينا التشوه الحقيقي للتربة. الريجيد ممبرين من يكون عندي تشوه من أضع الدايل جيج في جهاز الدايركت شير راح أقرأ التشوه العمودي أثناء عملية القص، ما ينطيني التشوه في منتصف النموذج مقداره، ولا ينطيني التشوه في حواف النموذج، ينطيني التشوه بشكل عام أنه هذا الوجه صار عندي بي تشوه مقداره كذا. لكن من استخدم الفلكسبل ممبرين ممكن ان احصل على التشوه والسترين في اي جزء من اجزاء هذا، من جزء اي اجزاء من هذا النموذج. هذا هو الانواع المختلفه للباوندري كونديشن، اما تكون ريجيد او تكون فلكسبل. والريجيد ممكن ان تكون سموث وممكن ان تكون رف خشنة. نأتي الآن إلى الكنترول أوف لودينج. الكنترول أوف لودينج لدينا نوعين. النوع الأول نسميه ستريس كنترول، ستريس كنترول، والنوع الثاني نسميه سترين كنترول. ما هو الفرق بين ستريس كنترول وسترين كنترول؟ اللي نقصد به الستريس كنترول هو أن نسلط إجهاد ونسجل انفعال، نسلط ستريس وريكوردينج سترين. مثال الدايركت شير النورمال لود، النورمال لود نحن نضع الاثقال، بعد ما نضع الاثقال بالنورمال لود نقرا الدايل جيج ونسجل مقدار التشوه. فحصل كونسوليديشن، نضع الاثقال ثم نقرا الدايل جيج مقدار التشوه. اذا هذا نسميه ستريس كنترول.
أما النوع الآخر اللي نسميه سترين كنترول، سترين كنترول، فنقصد بأنه نسلط موفمنت حركة على النموذج، بعدها نحسب من خلال هذه الحركة الإجهادات. مثال على ذلك فحص القص بالدايركت شير. النورمال هو ستريس كنترول، لكن القص الشيرينج أن الجهاز انشغل، الجهاز يصير عندي موفمنت، يبدي الجهاز يتحرك وقص النموذج. من هذا الموفمنت اللي هو السترين سأقرأ مقدار الإجهاد. أيضا فحص الترايكسيال، فحص الترايكسيال من أسلط الأكسيال لود أو ما نسميه بالديفيتر ستريس، ألاحظ أنه سلطت موفمنت أي سترين وقمت بعدها بتسجيل الإجهادات. نأتي الآن إلى الكنترول أوف بور ووتر بريشر. مثل ما نعرف أن البور ووتر بريشر وقياس البور ووتر بريشر والكونديشن أوف بور ووتر بريشر في التربة مهمة جدا، لأنه قد يكون عندي حالة درين، قد يكون عندي حالة أني درين، ومثل ما نذكر في فحص الترايكسيال ممكن أن يكون عندي اللي هو يتكون من مرحلتين، قد تكون خلال المرحلتين أنه عندي درين، أو قد يكون خلال المرحلتين عندي حالة أني درين، أو قد تكون واحدة من المراحل درين والأخرى هي أني درين، اعتمادا على طبيعة المنشأ واعتمادا على نوع التربة واعتمادا على البو أو اعتمادا على البارتيكل سايز وغيرها من الأمور الأخرى اللي نقرر من خلالها أن يكون الفحص درين أو الفحص أني درين. إذا كان عندي الفحص درين أو إن كان عندي الفحص أني درين، يجب أن يكون عندي كنترول على البور ووتر بريشر، كنترول على قياس مقدار التصريف خلال الفحص. هذا نحققه بفحص الترايكسيال ونحققه بفحص الدايركت شير. هو ببساطة أنه إذا سمحنا للماء بالخروج فراح يكون عندي الفحص درين، وبالتالي بإمكاني أن أقرأ التشوه الذي يحصل في النموذج. إذا كان النموذج التربة مشبع، فإن مقدار الماء اللي يخرج، أنا عندي أجهزة قيس مقدار الماء اللي يخرج من النموذج، مقدار الماء الخارج من النموذج يمثل لي مقدار التشوه الحجمي للتربة خلال الفحص. أما إذا ما أسمحت للماء بالخروج فراح يطلق على الفحص أني درين، وبالفحص الكونسوليديشن الترايكسيال العفو نسميه أنكونسوليديتد. بهالحالة النموذج سوف لا يتغير بالحجم، هو يتغير في الشكل لكن لا يتغير في الحجم، وإذا ما لا نسمح له للماء بالخروج ولا وبالتالي لا يحدث عندي تغير في الحجم، راح يرتفع عندي البور ووتر بريشر، وهنا باستخدام أجهزة خاصة ممكن أن أقيس مقدار البور ووتر بريشر. هذا شكل مبسط لعملية قياس البريشر في التربة إن كان الفحص عندنا درين أو الفحص عندنا أني درين. نأتي الآن إلى classification of soil test. نقسم الفحوصات إلى مجموعة اللي نطلق عليها smooth non-rotating rigid plating or flexible membrane. هذه المجموعة هي smooth boundary condition non-rotating rigid plating. إذا استخدمنا بها rigid فهي غير لا تسمح بالدوران، والفلكسبل ممبرين أيضا لا يسمح بالدوران. هذا النوع من الإجهاد، هذا النوع من الفحوصات نجدها بفحص الترايكسيال. فحص الترايكسيال عندنا ممكن أنه فحص الدايركت شير، عندنا نوعين آخرين راح نتعرف عليهم بهذا الفحص، هذولا يسمحون بالدوران ويسمحون بالفركشن. نأتي إلى المجموعة الأولى. المجموعة الأولى كما موضحة في الشكل تتكون من ترو ترايكسيال، طبعا
ترو ترايكسيال اللي هي سيجما اي لا تساوي سيجما بي ولا تساوي سيجما سي. وطبعا مثل ما اتفقنا في بداية المحاضرة هذه من الصعوبة أن نحققها. النوع الآخر اللي هو سلندريكال كومبريشن اللي هو الترايكسيال تيست، راح يكون عندي ديفياتر ستريس وعندي راوند اول راوند ستريس اللي هو سيجما بي راح يساوي لي سيجما سي. واذا تتذكرون كنا نسميه كونفاين بريجر او راديال بريجر، سيجما سي او سيجما ار. بلين سترين اور بايكسيال، هذا من الفحوصات المهمه ان يكون عندي الانفعال باحد الاتجاهات مساوي الى الصفر، و البقية الأوجه راح أسلط عليها ستريس ويكون بها تشوه، لكن في أحد الأوجه يكون عندي الانفعال مساوي إلى الصفر. إذا كان عندي بلين ستريس فهو أحد الأوجه راح يكون مقدار الإجهاد مساوي إلى الصفر. ممكن أن يكون بي، ممكن أن يكون بي ديفورميشن، لكن الستريس مقداره يساوي الصفر. النوع الآخر اللي هو نفحصه بفحص الكونسوليديشن تيست او الاودوميتر تيست، نسميه وان دايمنشنال كومبريشن. هذا قيمه الاول اراوند سترين ايكوال تو زيرو، ما مسموح للنموذج ان يتشوه من الجوانب لانه موضوع في حلقه، فقط يصير عندي تسليط الاجهاد من الاعلى. طبعا هنا من يكون عندنا السترين مساوي لصفر، هذا لا يعني انه الستريس قيمته صفر، لا، هناك ستريسز باتجاه الحلقي او around the sample، لكن مسموح فقط للتشوه من الاعلى الى الاسفل، والعكس ايضا مسموح. uniaxial compression or unconfined compression، هذا نوع خاص من فحص الترايكسيال، لكن قيمة الall around stress هو مساوي الى الصفر. فحص الunconfined فقط نضع النموذج في الجهاز ونسلط vertical stress ونقيس التشوه العمودي، وممكن أن نحصل على التشوه الدائري للنموذج. لاحظ هذول الفحصين أحدهما السترين يساوي صفر والآخر الستريس يساوي صفر. آخر نوع من النوع الأول اللي هو rigid plating smooth، هو no rotation، هو ما نسميه بالايزوتروبيك كومبريشن، ان تكون جميع الاجهادات المسلطه على العينه متساويه. ومثل ما نعرف انه هذا يمثل لي دائما المرحله الاولى من فحص الترايكسيال. النوع الاخر او الجدول الاخر اللي يكون اسمح به السكند كلاس، اللي اسمح بانه يوجوالي البليتين يكون رف، لانه دا افكر بانه اسوي روتيشن على النموذج يجب ان يكون رف. و هنا بهالحاله من صار رف نقل عندي الشير، اذا اصبحت الاوجه لهذا الفحص هي نوت برنسبل، ليس كالمجموعه الاولى اللي كانت عندنا برنسبل. من هذه المجموعه هو الدايركت شير اللي هو ذا شير بوكس تيست، هذا كنا نعرفه. هذا الأوجه مثل ما نعرف هي رف ولكن لا تسمح بالدوران، هي رف لتنقل الشير لكن لا تسمح بالدوران. عندنا سيمبل شير، لاحظ هذا سيمبل شير، هذا الفحص مصمم بطريقة أنه يسمح بدوران العنصر، يسمح بدوران العنصر. النوع الثالث اللي نسميه تورشنال رينك شير، أصل التور هذه الأوجه هي رف وايضا اسمح بالدوران. اذا قسمنا الفحوصات تبعا لطريقه تسليط الاحمال وكذلك الباوندري كونديشن. ندخل بالفحوصات المهمه اللي نستخدمها في لابراتوري في مختبر ميكانيك الطوب. اهم فحص هو الترايكسيال ابريتس. الترايكسيال ابريتس ما راح ادخل في تفصيله، مثل ما نعرف انه النموذج المستخدم هو بقطر 83 مليم، قد يصل إلى 100 مليم، واعتمادا على مقدار القطر هناك نسبة مع الارتفاع. اللودينج ماشين لهذا الجهاز هو بهذا الشكل، معلوم لديكم ومعروف من خلال مادة السويل ميكانيك للمرحلة الثالثة.
طبعا طريقة تسليط الإجهادات هو أن يسلط الراديال ستريس أو الايزوتروبيك ستريس عن طريق ضغط الماء، أسلط إجهاد على كل النموذج، ثم بعد ذلك أسلط الديفياتر ستريس. التشوه إذا سمحت للماء بالخروج في أي مرحلة من مراحله فراح يكون عندي الفوليومتريك سترين، وأيضا ممكن أن أحصل على الأكسيال سترين. أيضا إذا ما سمحت للماء للخروج فممكن أن أقيس البور ووتر بريشر داخل النموذج. ما موجود بهذه الفقرات هي معلومات نعرفها عن فحص الترايكسيال تيست. ثم بعد ذلك ينطي اكزامبل 5.1 هو اجراء فحص درين ترايكسيال تيست على نموذج سلط سيجما سي كونفايننج بريشر او ايزوتروبيك بريشر 300 كيلو نيوتن على المتر المربع، وكان عند البور ووتر بريشر ثابت مقداره 100 كيلو نيوتن، وعرض النموذج الى الديفياتر ستريس وسجل من خلالها مقدار التشوه الاكسيال طبعا فورس راح نقسمها على مساحة العنصر حتى نطلع الستريسز، حصل على التشوه باتجاه الطول، وحصل على الفوليوم تشينج من خلال قياس كمية الماء الخرجة. هذه من هذه المعلومات راح نحصل على الفوليومتريك سترين والاكسيال سترين. طبعا احنا لا ننسى ان النموذج من يتعرض الى الديفياتر ستريس او الاكسيال لود راح يتغير مساحته، فاذا في كل مرة احنا من نحسب الاجهاد يجب ان نحسب قيمة مساحة جديدة حتى نقسم الفورس قسم على المساحة الجديدة. هذا الفحص راح ينطيني سيجما 1 وينطيني سيجما 3 at failure. هذه هي القوانين اللي استخدمها في حل هذه المسألة، وراح نحصل على الدياجرامز التالية اللي هي العلاقة ما بين الكيو والاكسيال سترين، والعلاقة ما بين الكومبريشن والاكسيال سترين، ونعرف انه هذا الفحص هو للوس ساند او نورمالي كونسوليديتد كلي، لانه الاوفر كونسوليديتد كلي او الدين ساند يصير عندنا بيك ويصير ايضا عندنا زيادة بالحجم. نفس النموذج عرضه الى فحص اندرين، فحص الاندرين ايضا صلت فورسز، اصبح عنده تشينج بالفوليوم، تغير بالطول، تغير بالطول، ولكن لا يوجد تغير بالحجم بسبب عدم السماح للماء للخروج. ايضا راح احصل فقط على الاكسيال سترين، وايضا راح يصير عندي تغير بمساحة المقطع، واستخرج قيمة الكيو، وايضا راح ارسم العلاقة ما بين الكيو والبور ووتر والابسيلون 1 اللي هو الفيرتيكال سترين، والبور ووتر بريشر مع الفيرتيكال سترين. هذا فحص الاندرين والنتائج اللي ممكن ان نحصل عليها. يقارن بين فحص الدرين والاندرين ويرسم الستريس في بدوائر مور، العلاقة ما بين الشير ستريس والنورمال ستريس، ويصير عندنا الافكتيف ستريس والبور ووتر بريشر، ولاحظ الفرق ما بين فحص الدرين وفحص الدرين. النوع الثالث هو الاودوميتر تيست. الاودوميتر تيست مثل ما عرفنا انه الحركة الجانبية غير مسموحة، وبالتالي وانه هو ريجيد بليتن وما بي ما ينقل لنا الشير كباوندري كونديشن. هذا هو فحص الاودوميتر. نسلط قوى عمودية وراح نحصل على الاكسيال ديفورميشن. ايضا الفحص معروف لكم الدايركت شير بوكس. الدايركت شير بوكس هو دائما ابعاده 60 مليم في 60 سمو 25 مليم، وعندنا لارج دايركت بوكس يعني ممكن ان يوصل الى 300 مليم. اللارج دايركت بوكس هذا يستخدم عندما يكون عندي حجم الجزيئات كبير، او قد انه استخدم مادة اخرى مع التربة. هذا هو الشكل الفحص الدايركت شير، ونعرف انه احنا شنو اللود اللي نسلطه وشنو الاجهادات اللي نحصلها. ومثل ما نعرف انه بهذا الفحص نحن نجبر النموذج ان يفشل في منطقة معينة. نأتي الان الى سمبل شير. الفحصين
اللي تطرقنا لهم في البداية اللي تخص الشير. عندنا نوعين. النوع الأول اللي هو developed طورة في جامعة كامبرينج، والنوع الآخر اللي نسمين النرويجيان جيوتكنيكال انستيتيوت. النوع الأول طورته جامعة كامبرينج، والنوع الثاني طورته جامعة في النرويج، جامعة النرويجية. هذول الفحصين، هذا هو الفحص الأول. نلاحظ بهذا الفحص أنه يسمح للنموذج بالدوران، يسمح للنموذج بالدوران. والفحص الآخر هو أن يسمح للنموذج بالدوران من جوانبه الأربعة. هذا فقط أسمح بالدوران في جانبين، هذا أسمح بالدوران في أربع جوانب. طبعا هي الغاية أن نحصل على الباراميترز للشير، وأيضا ما نسميه بالموديولوس أوف رابتشر. بهذا الجزء ده يشرح الباوندري كونديشن لكل فحص. ممكن من خلال هذا الجزء أن نستخرج تقريبا 7 نقاط مقارنة ما بين نوعي الفحصين. إذن أخذنا نظرة سريعة مبسطة وضافيت لنا معلومات جديدة عن الفحوصات المختبرية. أنهي الجزء الأول لهذه المحاضرة. شكرا جزيلا.